أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 3 in unit 2 which is entitled Real Life Applications on the Slope. اليونت دي احنا كنا بدأناها بالتعرف على معنى الريليشن between two variables، وقلنا ان انا ممكن اعبر عن الريليشن بماثيماتيكال ستيتمنت وبيكون عندي اوردر دي بيرز، واتكلمنا ان الاوردر دي بيرز اللي بتعمل ساتسفاكشن للريليشن هي دي اللي بتبلونج تو الريليشن. وجينا لسون 2 اتعرفنا على السلوب، وقلنا ان السلوب ده عباره عن علاقه ديفيجن بتوين تو فاريبلز. الفاريبل الاولاني بحط التشينج بتاعه في النيوميريتور، والفاريبل الثاني بحط التشينج بتاعه في الدينومينيتور. واتكلمنا وقلنا السلوب بيديني اللي تشينج with respect to one unit change في الدينومينيتور. الليسون بتاعنا النهاردة هنعرف السلوب بانذر statement اللي هي rate of change. يعني لو انا عندي اللي تشينج in y divided اللي تشينج in x، ممكن اقول على الريليشن دي ان هي what is the rate of change in y with respect to x. ايه هو معدل التغيير اللي هيحصل عندي في الفاريبل y with respect to بالنسبة ل one unit change in x. طيب زي ايه كده؟ تعال نبص على الجراف ده. الجراف ده بيعبر عن relation between two variables. اول فاريبل عندي ال d اللي هو similar لل y، تاني فاريبل عندي اللي هو t اللي هو similar لل ايه؟ لل x. انا لما كنت برسم ستريت لاين كان الواي ايكوال ax بلس بي، يعني كان بيديني ريليشن في الاكس وواي والاثنين فيرست اوردر. ده برضك ستريت لاين، بس الستريت لاين ده بتوين الدي وبتوين التي. السلوب بتاعه بيديني الريت اوف تشينج، معدل تغير الدي ويز ريسبكت تو التي. طيب تعال نفهم مع بعضينا الجراف ده شكله عامل ازاي. انا عندي هنا الاورز، انا عندي هنا الديستانس في الكيلومترز. عند ال 140 يعني ايه؟ يعني بعد ما مشينا 1 اور الديستانس اللي انا قطعتها عباره عن 40 كيلومتر. طيب افتر 2 اورز الديستانس عباره عن 80 كيلومترز، اند افتر 3 اورز الديستانس عباره عن 120 كيلومترز. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تغيير في الديستانس كل ما انا اتغير في الايه؟ في التايم. انا عايز اعرف بقى معدل التغيير ده قد ايه. طيب لو لقيت الديفرنس كبير، يعني ايه الديفرنس كبير؟ يعني انا اتغيرت كتير with respect to one unit، ده معناها ان الفاليو دي هتبقى كبيره. ولو لقيت ان اللي تشينج في الديستانس صغير with respect to t، ده معناه ان الفاليو دي هتكون ايه؟ هتكون صغيره. طب ايه حكايه الفي دي؟ الفي دي اللي هي الفيلوسيتي. انت لما تمشي ديستانس كبيره في وقت قليل ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ماشي بسرعه، يبقى انا قطعت مسافه كبيره في وقت قليل. طيب ايه معنى السرعه البطيئه؟ السرعه البطيئه معناها ان انا همشي مسافات قليله في الايه؟ في اليونت تايم. يبقى لما احب اجيب الريت اوف تشينج بتوين الدي والتي هيديني الفيلوسيتي اللي هي الديفرنسز بتوين اني تو ديستانسز اوفر الديفرنس بتوين الكورسبوندينج تو تايمز. تعالوا نشوف مع بعضينا اكزامبل 1 عشان نشوف المسائل بتيجي ازاي. بيقول لي وليد رود his bicycle from Cairo to Banha then he returned back to Cairo. The opposite graph represents the bicycle motion during going and returning back. يعني أنا عندي واحد سايق العجلة بتاعته سافر بيها من القاهرة لبنها ورجع تاني. طيب لما تيجي تبص بعينك بتلاقي الآتي، أنا عندي علاقة ما بين الديستانس والتايم. الديستانس عمالة تزيد لحد ما وصلت للبوينت بي، ولقينا عند البوينت بي ان هي قطعت ديستانس مقدارها 50 كيلومتر، وبعد كده ما اتحركش خالص. وبعد شويه بعد تايم معين ابتدت الديستانس تقل. هي مش بتقل، هو بيمشي فعلا ديستانس، بس بيمشي ديستانس في الاتجاه العكسي. طيب هو قطع قد ايه؟ مشي من اول ال 50 لحد الزيرو، يعني مشي 50 كيلومتر بس ده اتجاه العكسي، وبالتالي رجع لنقطة الايه؟ لنقطة البداية. وهنا التايم از ايه؟ از 10 اورز. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي فايند هيز فيلوسيتي ان جوينج تريب.
هو لما سافر السرعة بتاعته كانت عبارة عن ايه؟ احنا اتفقنا ان ال v بتيكوال d2 minus d1 divided ال t2 minus ال t1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هشوف نقطتين او two ordered pairs على اللاين ده، ويكون ال two ordered pairs دول متوضحين توضيح كامل، وابتدي اطلع ما بينهم السلوب. طيب d2 minus d1 احنا ممكن نسميها دلتا دي، ممكن تسمع الكلام ده كتير، اوفر دلتا ايه؟ دلتا تي. كلمة دلتا دي معناها التغيير او الديفرنسز بتوين تو بوينتس على الدي، ودلتا تي معناها الديفرنسز بتوين تو بوينت على التي. طيب ده هيكوال ايه؟ تلاحظ ان البوينت دي متعرفة عندك تعريف كامل اللي هي 0 0، اللي هي بداية التحرك. والبوينت دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 وايه؟ و50. يعني after 4 hour هو ايه؟ مشي 50 كيلومترز. وبالتالي الدلتا دي عندي هتيكوال ال 50 ماينس 0، الدلتا تي هتيكوال ال 4 ماينس الايه؟ ال 0. يبقى هتيكوال معايا ال 50 ديفايدد ال 4 which is 12.5 كيلومتر بير اور. طيب نيجي نشوف المطلوب الثاني، بيقول لي فايند هيز فيلوسيتي ان ريتيرنينج باك تريب. بالنسبه للريتيرنينج باك تريب برضك اشوف نقطتين متعرفين تعريف كامل. البوينت سي عباره عن ايه؟ عباره عن 5 وايه؟ و50. البوينت دي عباره عن ايه؟ عباره عن 10 وايه؟ و0. يبقى هنسمي دي v1، يبقى ال v2 هتيكوال معايا دلتا دي اوفر دلتا تي which is هنا مين عندي البوينت الاكبر في الاكس؟ البوينت دي هنعتبر دي y2. يبقى انا عندي هنا 0 ماينس ال 50 ديفايدد ال 10 ماينس ال 5 اللي هتديني نيجاتيف 50 ديفايدد ال 5 which is نيجاتيف 10 كيلومتر بير اور. ممكن النيجاتيف تلخبط ناس كتير. النيجاتيف هنا معناها ان الفيلوسيتي دي في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه العكسي. طيب يبقى هو كان بيقطع كل ساعه بيقطع 10 ايه؟ كيلومترز في طريق العوده من بنها لايه؟ لكايرو. طيب بيقول لي find the average velocity during all trips، عايز السرعة المتوسطة في الايه؟ في الرحلة كلها. طيب هو قطع قد ايه؟ هو قطع عندي وهو رايح 50 وهو جاي ايه؟ وهو جاي 50. يبقى التوتال فيلوسيتي عندي ايكوال كام؟ ايكوال 100 كيلومتر. طيب بالنسبة للتايم، التوتال تايم عندي بايه؟ التايم الكلي عندي از 10. يبقى الافريج فيلوسيتي هتيكوال معانا التوتال ديستانسز اوفر التوتال تايم اللي هي ال 100 كيلومتر اللي هو قطعهم ديفايدد ايه؟ 10 اورز which is 10 كيلومتر بير ايه؟ بير اور. يبقى السرعة بتاعته المتوسطة اللي هو راح وجي بيها عبارة عن ايه؟ كان بيمشي 10 كيلو فين؟ في الساعة. question 4 بيقول لي what do you say about the horizontal line segment in the graph؟ لما تيجي تبص في الحتة الهوريزونتال دي معناها ايه؟ طبعا هو ما بيتحركش، يعني مثلا هو قطع المسافة وايه؟ وخد ايه؟ وخد ريست. يبقى الهوريزونتال لاين ده معناه means that he is at rest. تعالوا نشوف example 2. بيقول لي the following graph shows a change of the capital of a company within 10 years. التغيير في رأس المال لشركة في خلال ايه؟ في خلال 10 سنوات. طيب هنا طبعا اول variable اللي هو الايه؟ اللي هو الكابيتال in 1000 اللي هو رأس المال. طيب دايما التايم بنحطه على ايه؟ على الاكس اكسس. بيقول لي find the slope of each of A, B, B, C and C, D. What is the meaning of each of them؟ عايز السلوب لللاين AB، عايز السلوب لللاين BC، عايز السلوب لللاين CD، وتفهم ايه من الكلام ده. طيب لما نيجي نشوف هل البوينتس عندي متعرفه تعريف كامل؟ متعرفه. يعني البوينت A دي عباره عن ايه؟ البوينت A دي عباره عن 0 40.
طيب البوينت بي عندي عبارة عن ايه؟ البوينت بي عبارة عن 3 و 100. طيب البوينت سي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 و 100. والبوينت دي عندي عبارة عن 10 و 80. طيب لما نيجي نجيب السلوب في المنطقة دي كده هنا، يبقى اس 1 هتيكوال معايا 100 ماينس 40 divided 3 minus 0 اللي هو هيديني ال 60 divided a 3 which is 20,000 بير ايه؟ بير year. ليه؟ لان هنا بال 1000 وهنا بال year. ده معناه ايه؟ ده معناه ان من اول ما بدا المشروع لحد السنه الثالثه راس المال كان في بدايه المشروع كان 40,000 وصل ل 100,000 بعد 3 سنين. يبقى المنطقه دي بتوضح ايه؟ المنطقه دي بتوضح ان في زياده في راس المال، والسلوب ده بيقول لي كل سنه each unit يعني في التي اللي هي each year كانت الزياده قد ايه؟ يبقى هنا الزياده كانت 20,000 كل ايه؟ كل سنه. طيب between البوينت بي اند البوينت سي يعني من السنة الثالثة للسنة الخامسة، أنت شايف إن الكابيتال عندك ما زادش، واللاين عندي إز هوريزونتال، ده معناه إن السلوب إيكوال كام؟ إيكوال زيرو. يعني إيه السلوب إيكوال زيرو؟ يعني مفيش زيادة خالص في الإيه؟ في الكابيتال ويز ريسبكت تو التايم. لما نيجي نبص للريت أوف تشينج اللي هو السلوب من أول البوينت سي لحد البوينت دي، هنلاحظ إن الريت أوف تشينج أو التغيير كان عبارة عن إيه؟ السلوب عندي هيكوال البوينت عندي دي ب 80 ماينس ال 100 ديفايدد ال 10 ماينس ال 5 اللي هتيكوال معايا نيجاتيف 20 ديفايدد ال 5 which is نيجاتيف 4000 بير يير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من اول السنه الخامسه لحد السنه العاشره راس المال انخفض من 100,000 لحد 80,000 بمعدل تغيير سنوي مقداره ايه؟ 4. النيجاتيف دي معناها ايه؟ معناها ان الكابيتال بيقل او الفاريبل اللي فوق ده عمال يقل معايا، عشان كده طلع معايا هنا ايه؟ نيجاتيف. طيب بيقول لي بعد كده كالكوليت ذا كابيتال اوف ذا كومباني ات ذا بيجيننج، احسب لي راس المال في البدايه. يبقى في بدايه المشروع كان راس المال البوينت دي اللي هو ايه؟ 40,000. Example 3 بيقول لي a tank of water is filled with water completely. تانك ميه مملي على اخره بالميه. A tap is opened below the tank to empty it. عندي فتحه كده تحت في التانك ده فتحناها عشان نفضيه. بيقول لي ال opposite graph represents relation between the time. المنظر اللي شايفه ده بيوضح علاقه ما بين التايم تي in minutes بالminutes and the amount of water كمية المية remained in the tank المتبقية في التانك in liters اللي هي الفي الفوليوم اللي موجود بالليترز. واضح طبعا ان اللاين نازل، معنى كده ان الريت اوف تشينج لازم يطلع لك بالنيجاتيف. يعني ايه بالنيجاتيف؟ يعني الفي ده عمال يقل. طيب تعال نشوف مع بعض الاول مطلوب. بيقول لي what is the greatest capacity of the tank؟ ايه هي اكبر كاباستي للتانك او اكبر ايه؟ او اكبر فوليوم. طبعا الفوليوم بيبقى للسوليدز والكاباستي بتبقى للليكويدز، عشان كده هو قال لك هنا كلمه كاباستي، ما قالكش ايه؟ ما قالكش فوليوم، بس عبر عنها بالايه؟ بالفي. طب اكبر كاباستي عندي اللي هي اكبر نقطه كان فيها الايه؟ كان فيها الفي اللي هي البوينت دي. يبقى البوينت دي اللي هي جريتست كاباستي از ايه؟ از 750 لترز. طيب نيجي بقى بيقول لي what is the time needed to empty the tank؟ انا محتاج وقت قد ايه عشان افضي التانك كله؟ طبعا واضح ان التانك لما فضي يبقى المفروض ان هو ما كانش فيه ميه خالص، يبقى زيرو. طب خد قد ايه؟ خد ايه؟ خد التايم ده، خد 30. يبقى التايم needed to empty the tank is ايه؟ is 30 minutes. طيب احنا بنقرا كل المساله منين؟ من الجراف. طيب بيقول لي what is the amount remaining in the tank after 20 minutes؟ بعد 20 minutes بعد 20 دقيقة
كان ايه هي الكمية اللي متبقية في التانك؟ يبقى انا اجي عند المينت اللي هي 20 واشوف التانك كان فيه ايه، هلاقي ان البوينت دي عبارة عن 20 وايه و250، يبقى الاماونت ريميننج عندي عبارة عن 250 ايه 250 liters. طيب نيجي بعد كده بيقول لي what is the rate of emptying the tank. كلمة ريت يعني معدل، يعني in one units in a in t، يعني ايه هو المعدل بتاع التفريغ في دقيقة واحدة. يبقى اعمل ايه؟ اخد اي تو بوينتس متحددين تحديد كامل واشوف الريت اوف تشينج ما بينهم او السلوب. يبقى السلوب عندي ما بين الاي بي هيكوال عندي ايه؟ هيكوال عندي البوينت بي ماينس الاي او العكس. يبقى انا عندي 250 ماينس 500 ديفايدد 20 ماينس 10 which is negative 250 divided 10 which is negative 25 liter per a per minute. ايه معنى النيجاتيف؟ معنى النيجاتيف ان التانك عندي الكباستي بتاعتي بتقل. طب بمعدل قد ايه او الريت اوف تشينج قد ايه؟ ريت اوف تشينج يبقى بالنسبه للمينت لما تيجي تبص ليها 25 لتر، كل مينت بيقل عندي 25 لتر. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السلكتد اكسرسايز على اكسرسايز 13. بيقول لي a car moves with uniform velocity such that it covers 180 km per 3 hours. If the car moves for 5 hours what is the covered distance. هو بيقول لي عندك عربية ماشية بسرعة عندي ثابتة بشرط ان هي بتقطع معايا 180 كيلومتر. كلمة covers دي معناها ايه؟ كلمة covers معناها ان انا في عندي difference between two places او two points، يعني هي قطعت 180 كيلومتر per 3 hours. per 3 hours دي معناها ايه؟ في 3 ساعات معناها ايه؟ معناها برضك ده ايه؟ ده difference برضك في التايم. يبقى الفيلوستي عندي هت equal معايا دي minus ال دي 1 divided ال تي 2 minus ال تي 1 اللي هي هت equal. طبعا ال دي ماينس دي 1 انت مش لاقي عندك هنا اوردر دي بيرز، ولكن مديك ايه؟ مديك كوانتيتي. كوانتيتي بتعبر عن الديفرنس بتوين الايه التو ديستانسز، وبالتالي هتيكوال معانا 180 ديفايدد مين ديفايدد 3 التي 2 ماينس تي 1 اللي هي ال 3 ايه 3 اورز، اللي هتيكوال معانا 60 كيلومتر بير اور. يعني الفيلوسيتي عندي اللي هي الريت اوف تشينج بتاع الديستانس ويز ريسبكت تو 1 اور ايكوال 60 كيلومتر. طيب وات از ذا ديستانس كفرد ان اي ان 5 اورز. يبقى 4 5 اورز الديستانس عندي هتيكوال ايه؟ هتيكوال معايا السرعه اللي انا بتحرك بيها تايمز مين؟ تايمز ال 5 اورز اللي هي هتيكوال ايه؟ 300 كيلومتر. السؤال اللي بعديها بيقول لي an irrigation machine consumes 2.47 liters of diesel to work for 3 hours. عندي مكنة ري، المكنة دي عندي بتستهلك 2.47 liters من البنزين كل 3 hours. طيب كلمة consumes 2.47 دي معناها ايه؟ دي معناها فرق ما بين نقطة ونقطة في الايه؟ في الليترز. طيب for 3 hours، 3 hours يعني ايه؟ differences في التايم. يبقى ده الدلتا في وده الدلتا اي وده الدلتا تي. if the machine works for 10 hours how many liters of diesel will the machine consumes. يبقى انا لازم اجيب rate of consumption in 1 a in 1 hour. يبقى the rate of consumption in 1 hour ليه هتيكوال معانا 2.47 divided الـ ايه؟ divided الـ 3. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن لتر بير بير ايه؟ بير اور. طيب هو بيقول لي لو الماشين دي هتشتغل 10 hours يبقى انا عندي هتستهلك معايا الماشين قد ايه؟ يبقى عشان اجيب الكونسامشن في 10 hours هعمل ايه؟ هعمل multiplication
الكونسامشن ان 1 اور تايمز الايه ال 10 اورز، يبقى ذا توتال كونسامشن هي ايكوال معانا الريت اوف كونسامشن ان 1 اور تايمز الايه ال 10 ايه ال 10 اورز، اللي هو هي ايكوال معايا 24.7 ديفايدد ايه ديفايدد 3، طبعا هيطلع بالايه بالليترز. Exercise 3 بيقول لي the following diagrams show the relation between the covered distance in meter and elapsed time in seconds of an object. عندي جسم بيتحرك والريليشنز اللي انت شايفها دي بتعبر عن الديستانس بالمتر مع الوقت بالايه بالسكند. Determine the position of the object at the starting motion and its position after 6 seconds when t equals 6 seconds. Find the slope of the line in each case and state what it represents. طيب بتيجي تبص الاول استيت عندي، انا عندي after 6 second، ادي 6 second اهي. لما تيجي تبص عندك هنا تلاقي ان الجسم اتحرك قد ايه، اتحرك 8 meters. طيب السلوب عندي هنا هيكوال كام، او الريت اوف تشينج السلوب عندي هيكوال، نجيب نقطتين احنا معرفينهم او شايفينهم كويس، مثلا النقطة دي، النقطة دي عبارة عن 0 و 2، والنقطة دي مثلا عبارة عن ال 6 وال 8. يبقى انا عندي 8 minus ال 2 divided ال 6 minus 0 which is ال 6 divided 6 اللي هتيكوال معايا 1 طبعا ايه 1 متر بير ايه بير سكند. طيب الريليشن دي بقى بتوضح ايه بتوين الدي والتي، احنا لسه واخدينها. الريليشن دي يعني الفيلوسيتي، معنى كده ان الفيلوسيتي بتاعت الجسم ده عبارة عن 1 متر كل ايه كل ثانية. طيب نيجي نبص هنا، لما نيجي نبص هنا نلاقي ان الجسم ده بدأ المشوار بتاعه من ديستانس تبعد عن الاوريجين بكام؟ ب 12 مترز. بعد 6 سكند المفروض ان هو وصل لفين؟ وصل للديستانس 2 فروم الايه؟ فروم الاوريجين. طيب ده معناه ان السلوب عندي هيكوال، لو ناخد البوينت دي كده عبارة عن 6 و2 والبوينت دي عبارة عن 0 و12، يبقى انا عندي 2 minus 12 divided ال 6 minus 0 which is negative 10 divided ال 6 meter per a per second. يبقى معنى كده ان الجسم ده سرعته بتقل معايا كل ثانية بمقدار negative 10 over a over 6 a meter. طيب نيجي للشكل ده، الشكل ده عبارة عن ايه؟ الشكل زي ما انت شايف مفيش اي تغيير خالص في الديستنس، يعني السلوب عندي هنا از ايه؟ الزيرو. طالما السلوب بزيرو يبقى الريت اوف تشينج ان دي الزيرو، يبقى الجسم ده ما بيتحركش، وطالما ما بيتحركش يبقى الفلوستي عندك از ايه؟ الزيرو. ولما نيجي نشوف الديستنس بتاعته بعد 6 سكند هي نفس الديستنس فروم الاوريجن اللي هي ايه؟ اللي هي 8 متر فروم الايه؟ فروم الاوريجن، او النقطة اللي بدأنا او بنقيس من عليها الايه؟ التحرك. طيب نيجي نشوف اللي بعد كده، بيقول لي الاوبوزيت جراف ريبريزنتس الموشن اوف ا كار موفينج ويز ا يونيفورم فيلوسيتي، ديترماين الفيلوسيتي اوف ذا كار. ده طبعا تعويض مباشر على الايه القانون بتاعي اللي هو ال v بيكوال ال d2 minus ال a d1 divided ال t2 minus ال a t1 اللي هتيكوال معانا. تعال نبص على البوينت دي عندي موجوده اللي هي 0 و50، تعال نشوف البوينت دي عندي موجودة اللي هي 4 و 8 و 150 اللي هت equal 150 minus 50 divided 4 minus 0 اللي هي دي 100 divided 4 اللي هت equal معنا 25 كيلومتر بير اي بير اور. يعني السرعة بتاعت الكار 25 كيلومتر بير اور، يعني كل اور هي بتقطع مسافه مقدارها 25 ايه كيلومتر. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 4. ليسون 4 من الليسونز اللي نادر جدا ما بتيجي في الامتحان، هو عايز يوصل لك ان انا بقدر استفيد من الاسلوب في حياتنا العمليه في ايجاد ما يسمى بالريت اوف تشينج. لو قابلتك مسائل صعبه في الليسون ده ما تحاولش يعني تقلق منها، لان زي ما قلت لكم هو نادرا جدا ما بيجي فين، ما بيجي في الامتحان. وبالتوفيق ان شاء الله.